اكيد كثير من المتابعين او كل المتابعين ما يعرفون من اثنين خالد. طبعا اثنين خالد في الفتره الاخيره ما شاء الله اشتهر شهره تقريبا، ما ادري بس على الحظ زي ما يقولون، فبعرفهم عنك. السؤال الاول، من متى وانت تتابعني؟ طبعا زي اللي ما يعرفون ان اثنين خالد اتوقع انه يتابعني من زمان. جايبني قناتك تسفر فيني ولا ايش؟ يعني تشوف ان هذا شيء غلط وقفته؟ لا ما في غلط، لكن انا كتوجهي فلوقات، وتشوف يعني انا ارتاح في الفلوقات، مع ان المقالب بتجيب مشاهدات اكثر وتجيب لايكات اكثر وتفاعل اكثر. احسن مقالب احسن من الفلوقات، شيء معروف. وش بستفيد من الفلوق؟ السؤال الثاني، هل تتوقع يوم من الايام بتصير افضل من اوزكس؟ ما ادري كيف اطلعك القناه، انا ما علينا ولا علينا. والله ما قلب. ايش الضفر عندي؟